هذه سائلة تقول: ما مناسبة قول عائشة رضي الله عنها المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ نعم، المرأة هكذا السنة، أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة فيشق عليها قضاؤها. الصلوات التي تمر عليها وهي حائض كثيرة فيشق عليها قضاؤها، لذلك خفف الله عنها قضاء الصلاة. ولما كان الحيض يعني لا يتكرر في اليوم، لا يتكرر في اليوم، فإنها تقضي الصيام، لأن الصيام لا يتكرر، وإنما هو شهر واحد، شهر رمضان. نعم.